السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا كبة اللقطين. هلأ هيدي هي اللقطين، شفتوها كيف هي؟ في أشكال بس أغلبها بهالشكل هيدا. هلأ أنا قصيتها بالسكينة، أنا صري منشفتها شي أسبوعين برا. ها ما شاء الله لونها ما أحلى. هلأ هيدا البزر بدنا نشيله، بدي أقطعها واسلق الحب القطع بالمي، بسلقهم بالمي ليستوا، بعدين منعصرهم نطحنهم ومنعصرهم لحتى نعملهم الكبة. هيدي أول خطوة هي السلق. بعدين أنا عم أسلقهم حفرجيكم شو المكونات التانية اللي حنضيفها، بكون هي بهالوقت عم تنصل لحتى ما نضيع وقتنا، وبعدين حفرجيكم شو هي الحشو اللي حنعمله التطبيقة يعني تاعت الكبة، كبة اللاتين. هلا عنا الحشوة تاعت كبة اللاتين. هلا شو المكونات؟ عنا سبانخ مفروم مغسول نظيف كتير، والسبانخ ورق وبهالشكل هيدا، حتى اللي نسي أو ما بيعرف هيدا هو ورق السبانخ. شفناه هيدا سبانخ بهالشكل هيدا بيكون. طيب عنا إذا سبانخ بالحشو قلنا، وحمص مسلوق، وعنا بصل مفروم ناعم، وعنا كزبرة خضرة هيدي مفرزة، وهون عنا سماق وكركم وقرفة كزبرة ناعمة، وعنا جوزة الطيب، قشرة جوزة الطيب ناعمة، وعنا كمون وقرفة ناعمة، وعنا فلفل أحمر حلو اللي هو اسمه بابريكا، وأكيد ملح. كمان عنا مع الحشو زيت زيتون وسماق. إذا من الحمضيات من الحامض عنا السماق والدبس الرمان. هلأ هيدول نحن اللقطين عمالي بينسلق على النار، هلأ هيدول بدنا نحضرهم. قبل ما بلش بقليهم وتحضيرهم حنعمل الكبة وحفرجيكم شو المكونات. هلأ عنا العجينة اللي بدنا نسويها، هي عجينة اللي أساس طبختنا اليوم اللي هو اللقطين. هلأ اللقطين أنا سلقته وعصرته منيح، بس أظن كمان بيلزمه عصر لما بدنا نخلطه مع البرغل. هلأ أول شيء البرغلات بدنا نحط لهم البصلة. هاي البصلة للبرغل بيطلعوا كوب ونص بصل. الكبة البصل فيها لما بيكون ناعم ومفروم منيح وميح كتير بتصير طعمتها كتير طيبة. بنحط لهم كمان شوية ملح، هاي الملح، بعدين بنرجع منكمل الملح عند الذواق، بس ندوق عند التذوق يعني. هلا كمان هني بدون قرفة، هاي قرفة، هاي قرفة، ومردكوش وإكليل الجبل وزعتر بري، مثل كأنه عم نعمل كبة العادة. هلأ ما كل الناس بيعملوا هيك، بس أنا هيدي المكونات اللي بحطها. وهون عنا كمون ناعم، الكمون كتير مهم الطعم فيه بهالكبة. هاي الكمون هنزيد له شوي كمون، كمان ملعقة صغيرة ونص، وهون عنا جوزة الطيب، قشرة جوزة الطيب يعني، ما منكتر لأنه بمرمر، قليله طيب وكتيره مر. هيدول هن مكوناتنا. هلا
لنشيلهم نحن هيدول حتى حطهم بعيد ما يضايقونا اثناء العجن. وعندنا هون ما قلت لكم انا طحين بس بنحط حسب الحاجه لانه بدنا نلفها، اذا ما لفت معنا بنحط لها طحين. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلطها منيح مع المنكهات والمعطرات كلها مع البرغل. هيدا البرغل كوبين ونص بس نفسه لاني غسلتهم غسيل ما نقعتهم بالمي بس قوين بينفش. والبرغل هيدا اسمر، الاسمر طعمته فيها نكهه طيبه ومفيد لانه القمح الاسمر مثل ما بنعمل نحن بناكل خبز الاسمر لانه افيد. هنفركهم كمان حتى تطلع طعمتهم كتير طيبة. هلا هيدا اللقطين يعني بيطلعوا لهم شيء 3 اكواب او 3 ونص يعني تقريبا. كمان بدون عصر شفنا قديه لانه هو عبارة عن كتلة مي يعني مثل البطيخ العادي. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان نرجع نعصر اكتر. هلا نخلطهم مع البرغل. بسم الله بسم الله ما احلى. هلا بدها شوية طحين. حتى هدول كلهم هدول بيطلعوا نص كوب. هلا هنغطيها ونخليها شوي ترتاح ونبلش نعمل الحشو. كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هلا بدنا نعمل نحن ان شاء الله الحشوة. هلا الحشوة قلنا نحن مكونات حكيناهم منيح. هلا بدنا نحط اول شيء بسم الله بدنا نحط اول شيء البصلة. انا حطيت بالغلط السبانخ بالاول رجعت شلتهم لانه لازم نحط البصلة اول شيء. بتضل البصلة حتضلها نية. هلا نكفيها بالقلب. هلا نضيف احنا سبانخ. هدول بدهم كتير غسيل منيح. السبانخات غسلتهم كتير منيح لانه الشتا هلا والزرع كله سبحان الله الارض التربه تاعته وحل وبيطلع شروشها كلها وحل طبعا ورائها كلها بتأثر بالوحل فبتاخذ غسيل كتير منيح. نقلبهم كمان. هلا بدنا نحط التوابل. اول شيء نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالملح. نحن حطينا السبانخ شويه ملح وهي نص ملعقه صغيره. وكمون كمون ناعم. الكمون مثل ما قلنا امبارح لانه انا امبارح سويت العجينه واليوم عم بسوي الحشو. الكمون مشان البرغل. هيدول بيعملوا ملعقه صغيره. انا حطينا نحن ملعقه ونص بالعجينه. بالعجينه ما حطيت كركم. حنحطها نحن نص ملعقه صغيره كمان نحطها مع الحشو يعطي طعم طيب الكركم.
والكزبرة الناعمة كمان هيدي مع الحشو، نص ملعقة صغيرة. قرفة ناعمة كمان نص ملعقة صغيرة. جوزة الطيب، قشرة جوزة الطيب يعني ناعمة، كمان ربع ملعقة صغيرة. مثل ما قلنا امبارح، قلنا إذا كترنا شوية جوزة الطيب بصير مر. فلفل أحمر حلو يعني بابريكا نص ملعقة صغيرة، نكملهم على نص ملعقة. وهيك صارت الحشوة بهاراتنا خالصة. بنقلبها شوي، بنقلبها شوي هلا. البهارات هن اللي عطوا ريحة حلوة للحشو. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيف صنوبر. مثل كل انواع الكبه لازم الحشو يكون فيها صنوبر. هلا اذا ما بتحبوا صنوبر شي ثاني، ما عندكم صنوبر معلش، هيدي اضافات، اضافات حسب الذوق. بس هي الكبه حلو يكون الحشو فيها صنوبر. وهلا ايش حنعمل؟ حنضيف الحمصات. بسم الله. هاي الحمص، هلا خلصنا نحن الحشو. هلا بدنا نضب السبحة كلها. لا ما خلصنا لأنه ما حطيت زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ملعقتين طعام زيت زيتون، وبدنا نحط كمان هدول اللي كتير مهمين، دبس الرمان كمان ملعقتين طعام دبس الرمان. بعد فيه شغلة كمان مهمة، كمان ما حطينا سماء. هاي ملعقة صغيرة بس مليانة، هاي ملعقة تانية لأنه طيب الحشوة يكون فيها شوية حموضة. وهلا كمان بدنا نضيف شوية كزبرة خضرة، هيدي ما أضفناها بعد، هلا حضيفها أنا وبرجع لكم لما بمد العجينة بالصينية. نتابع هيك، بنملي آخر فراغ هون، فراغ كبير. هلا بنملي الفراغات الصغيرة، نشيل شوي نحطها هون، وهي كمان هي مطرح صغير صغرها نحطها هون، تلحم معها خلص صارت مع جسمها. بنبللها وجهها شوي وما بديها تكون ناشفة. لما يقرمد الداير نزله شوي حتى ما يبس بالفرن، لما تحمى النار ليه يبس. هلا شنو نعمل؟ بدنا نحتفظ بالكاسة طبعا لانه عندنا الطبقة الثانية. هلا بنحط، بسم الله الرحمن الرحيم، نفرد الحشوة. هلا اي مكون منهم الحشوة ما بتحبوه بتعملوا بتحطوا بداله شيء بتحبوه انتو. هيدي ما في منها لان الواحد بده ياكل على ذوقه، بس ما العناصر الاساسية حتى لي ما يتغير طعم الكبة. هيك مليناها كلها. هلا شو حنعمل؟ حنجيب الجبنة ونرش عليها
طبقة من الجبنة. هيك بيكفي هالقد جبنة. هلا بنرجع نتابع عملية المد. هلا الطبقة الفوقانية طبعا هي تبقى أصعب شوي من الطبقة التحتانية، بس بيشبهوا بعض لأنها ما فينا القاع ما بيساعدنا في حشو تحت، نمدها بإيدنا منيح نرقها بهالشكل. هاي رقيناها بنحطها هون، نكبسها شوي لتلتحم مع طبقة الحشو. برقها كتير منيح هيك، بحطها هون بوزع كمان التانية. الكبة ما لازم تكون ناشفة كتير، لما بنحطها بالفرن بنطلعها بتصير يابسة ما فيكم تاكلوها، بدنا شوي نطريها. هاي الكبة اليوم حتتوزع على أربع بيوت. أنا هون ببيروت في عندي حدا ياكل من ولادي، فأولاد أخواتي وأخواتي كلنا جيران يعني نحن، فهيك كلهم بياكلوا من الطبقة اللي أنتوا تابعتوها ويا ريت أنتوا معي. هيك خلصنا بعد هون الجبنة مبينة. سكرناها بالإيدينا شوي نمسح الوجه كمان، بنفوتها هيك هيك بإيدنا. هيك انتهت صينيتنا. هيدي في مطرح شوي طالع الجبنة، ما بدي أنا يسوعيك على الوجه. هيك خلصيت الصينية، هلا بنكمل التانية بنفس الطريقة. وهي صوانينا خلصت، بدها خبز. هاي اللي شايفينها هيدي بدون حمص لأختي، والباقيين هو اللي كفيهم حمص، حطيتها لوحدها حتى ما يختلط معهم. هدول كلهم طلعت فيها الحمص. هلا حطيت شوي فوق كم رشة كم قطعة صغيرة زبدة حتى اللي يعطيه طعم طيب الوجه ويحمر أكثر. وهلا حميت الفرن وبدي أدخلهم على الفرن لطلعهم حفرجيكم اياهم. وهلا خلص خبيز السوانة. هاي الكبة اللي طيبة كتير، كبة اللقطين وسخنة كتير بعدها ما حندوقها. هلا بعدين مندوقها ومنشوف قديه طعمتها طيبة، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وما تنسوا اللايك والشير كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.